أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون في حلبتشا عرضاً خاصاً لفيلم قولاكان ناغاشينوا بحضور مخرجه لقمان غريب بجانب أبطاله وعدد من الفنانين والضيوف ومحبي الفن والسينما. ضمن فعاليات المديرية العامة للثقافة والفنون في حلبتشا وبرعاية السيد آزاد توفيق محافظ حلبتشا، اليوم نعرض فيلما جديدا، قصة من قصص حلبتشا الشهيدة أبان القصف الكيميائي عام 1988، مع ممزوجة مع قصص من قصة الأنفال. اليوم نتمنى من الحضور الكريم أن ينال رضا الجميع هذا الفيلم والذي يقدم لأول مرة في مدينة حلبتشا، وهذه تأتي ضمن فعاليات هذه الدائرة بالتعاون والتنسيق مع محافظة حلبتشا. وتدور أحداث الفيلم حول صراع اجتماعي بين أسرتين كانتا من ضحايا عمليات أنفال منطقة جرميان والقصف الكيميائي على مدينة حلبتشا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، والأحداث جعلت الفيلم يلامس الروح بتفاصيله. سيناريو الفيلم يتحدث عن عواقب ونتائج سلبية لعمليات الأنفال والقصف الكيميائي التي أطالت منطقة درب النيخان وجرميان وحلبشة، وهي قصة واقعية تراجيدية حدثت من بين تلك الأحداث، والفيلم يتحدث عن هذه القصة، وهو ليس فيلما وثائقيا ولا يسرد أحداث الأنفال. وفي الذكرى السنوية لأنفال البرزانيين بدأ عرض الفيلم وتم عرضه في مدينة السليمانية، ونستمر بعرضه في مدن إقليم كردستان وبالأخص المدن التي أطالتها عمليات الأنفال، وسيتم عرضه في العاصمة أربيل. رغم أننا بدأنا بإنتاجه منذ عام 2019 تم تأجيل التصوير بسبب الإجراءات الاحترازية، وفي النهاية ها هو الفيلم يعرض للمشاهدين. فيلم كبم بسمان أوبوكا هندية راستي شارع وحيا. هذا الفيلم محاولة لإظهار بعض المشاكل الغير الظاهرة والمخفية في المجتمع كنتائج عمليات الأنفال والقصف الكيميائي على مدن ومناطق كردستان. سيناريو الفيلم يتحدث عن هذه المواضيع، والأحداث تدور حول مشاكل وصراع بين أسرتين كنتائج تلك الجرائم الأليمة وبعدها بأعوام. وخلال أداء الأدوار تأثرنا بآلام ومشاعر الشخصيات الموجودة في الفيلم. لم يتوقف الإبداع ولا المبدعين عن صناعة الفن في أقليم كردستان، وفيلم قولاكان ناغاشينوا واحد من إنتاجات مركز الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الكردي، حيث اتسم بالرصانة وجمال الإخراج والسيناريو والأداء. لبرنامج نسمات زاغروس، أمير سليم، حلبتشا.